بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم في آخر أشواط المشتركات، وهذا شوط خاص بالقعدان، انطلاقة العاشرة والخامس للقعدان، والمركز الأول والصدارة شاهين لمحمد بن علي ابن سالم بن سندية المنصور. يا سلامي عليك، سلامي عليك يا بن سندية، سلامي عليك يا أبو علي. يتقدم بالمركز الأول بانفراد من البداية. المركز الثاني، مركز الثاني وصول مع شاهين مفخوت محسن، محسن بن مفخوت بن غانم المنهالي. والمركز الثالث، مركز الثالث الدخول والقدوم ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا رقم كم مشطوب ولا 159، العابر عمار عبد الرحمن الزعابي، استاهل ما شاء الله تبارك الرحمن. عمار عبد الرحمن المطروشي، نعم المطروشي المطروشي المطروشي. والمركز الرابع هنا دخول مع أداء جميل يقدم لنا هملول لسلطان بن سالم وسلطان المنصوري وما شاء الله. وهناك أيضا بن مرزوق راعي وعد في المركز الآن، ولكن اللي وصل هناك أيضا غانم بن سالم بالفار المنصوري. نعم المركز الأول والصدق ما شاء الله. اسمح لنا يا أخوي، السموحة منك، السموحة منك يا السموحة منك، نستسمح ما شاء الله. جريت الشوط وراح في الفورمة محمد بن علي بن سالم بن سندية المنصوري ما شاء الله. سلامي عليك يا بن سندية، سلامي عليك يا ابو علي. نرجو السموحة، ما شفناها مرة، ما شفنا ما شاء الله. جر الشوط، جر هذا، جر الشوط، جر ما شاء الله عليك يا ابو علي. وذباوي وذباوي الشوط، وذباوي عندك يا بن سندية. سلامي عليك يا بن سندية، سلامي عليك يا راعي بطاش جمع الدالك، يستاهل استاهل. سلام سلام ابو علي، سلام سلام عليك، سلام. صف وحامل بودره، ما جبنا للطاري حتى خط النهايه بدون منافس. سلام وذباوي لمحمد بن علي بن سالم بن سندية المنصور المركز الثاني، عمار عبد الرحمن المطروشي المركز الثالث، اللي وصل 69 هملول لسلطان بن سالم بن سلطان المنصوري. والتوقيت 2:15 حتى خط النهايه بدون اوامر. سلام عليك يا بن سندية، 2:15 محمد بن علي بن سالم بن سندية، النهاية عدلة.